اللهم لك الحمد كله حتى ترضانا يا ربنا ويا مالكنا ويا سيدنا ويا مولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا خالق الحب والنوى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد نستغفرك اللهم ونتوب إليك لك الحمد نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في
سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا موزرا، وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين لإعلاء كلمتك. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بروما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بروما. اللهم انجي إخواننا المسجونين. اللهم نجي إخواننا من سجن الهندوس ومن سجن الكفار، وأت بهم آمنين سالمين ظالمين فاتحين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المسلمين، يا ربنا ورب المستضعفين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم العظيم الرحيم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين. اللهم من أراد بالجهاد والمجاهدين، وأراد بلادنا وبلاد المسلمين سوءا
فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انت عبدك أبو وليد وإخوانهم، اللهم انت عبدك إشفاق، اللهم انت عبدك عبد الرحمن. اللهم انت عبدك عبد الرحمن، اللهم انت به العابدين سالمين غانمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم انت حي قيوم، لا تاخذك سنه ولا نوم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، انت حي قيوم، ارحم على احوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا وأنت هديتنا إلى الإسلام والتوحيد، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالفائزين، اللهم اجعلنا من عبادنا المخلصين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا آيسين، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا رحمن، يا قابض يا رحمن، يا باسط يا رحمن، يا مالك يا رحمن، يا فتاح يا رحمن، يا شكور يا رحمن، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا مغني يا الله، يا متكبر يا الله، يا فتاح يا الله، يا باسط يا الله، يا خالق يا الله، يا مالك يا الله، يا جبار يا الله، يا قهار يا الله، يا رزاق يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا عزيز يا رحيم.
يا حليم يا عليم يا حفيظ يا قبير أنت حي قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل جهادنا وتقبل صلاتنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعل في هذه الليلة المباركة في شهر رمضان، وافتح لنا في أبواب الجنة، وافتح لنا أبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة المباركة. اللهم أدخلنا في جنات النعيم، وأدخلنا مع الأبرار، وألحقنا بالصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أهلنا إنا نسألك العفو والمعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا ولوالدينا ولأمهاتنا وذرياتنا وصبيان المسلمين وشباب المسلمين وأمهات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا دافع البلاء والوباء، ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا. ربنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وألحقنا بالصالحين. اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم نور قلوبنا من القرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، أنت حي قيوم، لا تعسر حسابنا ويسر حسابنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.